معكم فرح من فئة الجمال. وصلني سؤال مهم الأردن بتقول: هل تعتقدي أنه أي سيدة ممكن تكون جميلة لو ما استخدمت المكياج؟ أكيد يا مها، لأنه المكياج ما بيعطي جمال، إنما بيبرز الجمال الموجود. كل واحدة فينا في عندها شيء حلو بميزها. اهتمي دايما بترتيب الحواجب وبصحة البشرة، وأكيد بابتسامتك وثقتك بنفسك رح تكوني أحلى واحدة بالدنيا. ما تنسوا تتابعوا فيديوهاتي على اليوتيوب لتزيدوا فرصي بالربح بالبرنامج.